السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المتتبعين، جيت لكم اليوم بواحد الفيديو بصراحة مؤلم جدا. فيديو ميمكنش لينا ما نتكلموش عليه، فيه بزاف ديال النقط اللي كيسيئوا للمرأة اللي كتصبر مع الراجل ديالها، اللي كيعطيو الجزاء ديال الرجل للمرأة اللي كتضحي معه. استفقت اليوم ساكنة الدوار ديال شقر نواحي مدينة القنيطرة بغربوة على واحد السيد جزى المرأة دياله بالصبر دياله بالمساعدة ديالها ليه، وضماته للدوار ديالها اللي جاء من دوار اخر. تقريبا نفس الفاجعة كان غادي يقوم فيه لولا ستر الله، لكن هي كتب على الله مع هذا الحدث اللي كيف قلنا جزاها بقطع راسها وهز الراس وبقى كيدور به. هاد السيد كيعودوا الوليدات ديالو، كيعودوا الجيران ديالو عنده هاد السيدة هادي امرأة صالحة ومرأة صبورة ومرأة مبتسمة، امراه اللي كتخاف الله في هذاك الرجل وفي هذوك الوليدات اللي ديما كتقول لهم اعطوا لباكم وساعدوا باكم وهذا راه باكم وهذا حبيبكم هو اللي والدكم خصكم تهلاو فيه. وهذا السيد اللي كان ربما كيسمع هذا الكلام وما كان كيتسوقش ليه، كل مره كان كيجلس معاهم الا وكيهددها وكيهز الجنوي كيحطوا لها على عنقها وتيقول لها غادي نقطع لك راسك، ما بقاش ليا شي نهار وغادي نقطع لك راسك. وقدام عيون الوليدات ديالها البنت دابا كانت مصدومه. هاد الدراري خصهم طبيب نفسي، خصهم طبيب نفسي، لان البنت كل ما كتذكر باها اللي كيقول لما انا غادي نقطع لك راسك نهار من النهارات. هاد السيد قطع الراس لمرتو وخلاه عنده 5 ديال الوليدات، الكبير فيهم 25 سنة والصغير فيهم عنده 8 سنين. فين هي المسؤولية اللي كانت هزها هاد المرأة وهو ما خدام ما ردام، عطيها غير الحشيش والقرقوبي ويدور من دوار لدوار ويدور من غابة لغابة وكيمشي غير البلايص اللي في الخلال اللي كيعرف يخدم فيهم ويصور فيهم الفلوس وكيتهلا غير في راسو بالحشيش وكيجي في حالو لعندها. هي اللي هزها المسؤولية وجلسة حاضنة على دوك الوليدات تخدم مع الناس في هاد شيرة لهاد شيرة ومن هاد الحرت لهاد الحرت ومن هاد الأرض لهاد الأرض باش تجيب دوك الوليدات توكلهم وتشربهم باش هو يمشي يدور على راسو. والمهم هي غير ساترة هادوك الولاد بلاها به سيدة ربي ما عندها ما تدير به. وعفوا على هاد كلمة بلاها به، كتبوا عليها الله وخداتو وما كانش كتعرفوا هكا. هذا هو الجواج اللي الانسان خصو الا بغى يتزوج خصو يبحث على هذا الراجل اللي لا ما جابش عائلته وجاب فاميلته وجاب الدوار ديالو، ما ياخدش البنت ما ياخدهاش. يا ربي اسمح لي واخا غلط معاها، واخا غلط معاها، واخا ما عرفت شنو هي، لا واخا اغتصبها، واخا ما عرفت شنو برضاها ولا بغير رضاها، وما كانش هاد الراجل هذا عنده العائلة بلاش منه. ضربة وحدة حسن من 100 ضربة من بعد. هاد السيد كان مجوج بمرة أخرى وضاعت ليهم هادوك البنت، الله أعلم كيفاش تضاعت ليهم البنت اللي ولد هو وياها. وكان كيهددها حتى هي وكيقولها راه غادي نذبحك واحد النهار. هاد السيد جا من هذاك الدوار بعد ما طلق هذيك المرأة ودخل الدوار ديال هاد السيده ديال الشكر وجلس معاهم وقال لها غادي ناخذك اليوم، غناخذك غدا، غادي ناخذك. وقع لي وقع حملات بالولد الاول بكر اللي هو 25 سنه. طبعا السيده كانت صغيره وكتعرفوا الناس ديال العربيه كيبغيو غير يلصقوا بناتهم باش يعيشوا على الاقل كتفك، هي راه ماشي كتفك، اللهم تبقى وتكبر وتعاون والديها، هي كتشطب هي كتسقي الماء، الا ما قدروش على القرايه ديالها الانسان كيعيش ورزقه الله كيعطيه ليه. ما غاديش نقولوا غادي يبقاو ديما في العربيه، شحال من واحد في العربيه وشحال من واحد في المدينه وما قراش وصلت له مصائب وصلت له مكاتب كتبها عليه الله، وصل منين كبر وصل
وعطاه الله وصار غني او صارت غنية، تزوجات براجل لبس عليه او لا خدم في البهشرة. ربي كيسبب الارزاق وكيغني العباد ديالو. انسان غير يكون مزيان ويعرف ما بينه وبين الله غادي يوصلوا الرزق، غادي يوصلوا وغيغنيه الله غيغنيه. ما يضحيش ويقول لا غادي نمشي ولا نعطي بنتي ولا نعطي الولد نجوجو ولا هذا غير باش نتفك. راهي الا مشيتي تعطيتي الولاد وتفكوا وعطيتيهم صغار ما كيعرفوش، لان كيوصلوا لواحد السن عاد كيبغيو ينضجوا كيلقاو راسهم غارقين دراري. هادشي اللي وقع مع هاد الناس، عطاو بنتهم وقال لها صافي احنا غادي نديروا الكغط اليوم نديروا الكغط غدا، حتى تزاد الولد الكبير. منين تزاد الولد الكبير السيد ما بقاش بغى يخدم وبقى طامع في داك الولد تكبر ولا تيقرا. ومنين ما شاف راسو موت تغلبت على الزمان وغلبها الزمان، عفوا ماشي تغلبت على الزمان غلبها الزمان، ناضت قالت اش ندير، قال اش ندير من ندير، نخرج من المدرسه ونعاون الوالده ديالي بثمن ضئيل جدا. المهم غير يجيبو خبز، يجيب سكر، يجيب يعاون. الراجل جالس قد سرق السوق مسرح رجليه وكيتبان ليه غير العنقر ديال المراه يمتى غادي ينوض واحد النهار وغادي يدوز عليها. علاش؟ حيت ضحات معاك. علاش؟ حيت عطاتك حياتها. علاش؟ حيت خديتيها صغيره، حيت تفلتي عليها، حيت قالت صافي اللهم ضل الرجل ولا ضل ولا ضل الحيطه. علاش؟ علاش هاد الرجال كيديروا هاد الحاله لهاد العيالات؟ وكون غير خلاها بروحها يمشي، يا كيمشي يدور وكيمشي يغبر غير يمشي، باش تعرفوها انها سيده مزيانه وسيده. هذه هي اللي كنقولوا عليها سيده مناضله، اللي جمعات شويه وشرات واحد القطعه ديال الارض ودارت فيها حتى هي بريريكا وعاشت مع دوك الناس وحافظت على السمعه ديالها اللي دابا هي الله يرحمها كيذكروها الناس غير بالخير، كيقول هذيك السيده الله يرحمها كانت مزيانه. هو كيعرف يدير مع الناس غير مزيان باش يقولوا عليه مزيان باش يقضي الغرض لداخل، لكن المأساة اللي عنده من الداخل هي انه كيقلب الطبلة، ما كتعجبوش شي حاجة، ربما كتخدم النهار كامل كتصور شوية، كيجي يمكن كيبغي يطلب منها اللحم، يطلب منها الدجاج، يطلب منها الاكل باش ياكل، وكيقضي الوقت ديالو غير في التلفازة كيشوف الافلام ديال الذبيح وديال القتيل وديالو، هو كيدرب راسو باش ينتقم منها. علاش بغيت تنتقم منها؟ حيت خارجه كتخدم، وكنتي راجل خرجتي تخدم ما غاديش تخرجي تخدم، زعما راك غير انها كتخرج وكتدخل وانت جالس في الدار. سير تخدم وجيب لولادك، شفر وجيب ليهم، يا كتبيع الحشيش جيب ليهم وحافظ على ديك المراه، ماشي تبقى جالس وهي خدامه عليك الشماته وفي الاخر تهز المضه وتدوز لها العنقه وتهز راسها وتخرج كتدور به باش يقولوا الناس راك راجل. وفين هاد الرجله اللي هربتي وخليتيها؟ وعباد الله صابحين في الدوار كيدوروا النقاط ديال الدم والراس كدور به. ولادك خلعتيهم، خوفتيهم وخوفتي الجيران، حتى واحد فيهم ما قدر ينعس. اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. كيف غصبتي هذيك المراه؟ هي مشات شهيده، لكن انت غادي تبقى في الدنيا هكاك. ولادك اللي عندك خمسة منين يبرد الدم في راسك ما غاديش يجيو يزوروك، غيحاسبوا فيك الله سبحانه وتعالى اللي غياخد فيك الحق. الله يسلط عليك شي واحد الا لقوك رجال الدارك ولقوك وشدوك، يسلط عليك ربي شي واحد في الحبس يقتلك يوم على يوم، خصوصا الا عرفك درتي هاد الحاله. ما انت مريض، ما انت حمق، ما انت مسطي، لانك الولاد راك والدهم. اللي حمق ما كيولدش الولاد، اللي حمق ما كيمشيش للحشيش ويمشي كيعرفوا الحشيش بالله كيدوخ ليه دماغه وكيمشي ليه. اللي حمق ما تيجلس فوق الطبله ياكل ويشرب، اللي حمق ما كيخططش، واللي حمق ما كيتحشعلش التلفازه او اللي كيشعل التليفون وكيشد الويفي وكيبقى يقلب على الافلام ديال الخليع والافلام ديال القتيله، كيجهز نفسه. هذاك انسان مكروه، انسان كيعض اليد اللي تمدات ليه. دخلتك وسط الدوار كليتي وشربتي وجلستي وسط العائلة، لا خدمة لا ردمة، حتى ولا الولد عنده 25 سنة باش كبر. هذاك الولد كل نقطة ديال الدم ديالو، كل هبرة ديال اللحم كبرت فيه من كتاف مو ماشي منك. وفي الأخير
تحرم دوك الوليدات من كلمة أمي، مصدومين مساكن كيجريو في الزنقة، كون كانوا كبار كون راه كانوا جالسين في دارهم، ولكن تايهين ما عارفينش ما مصدقينش شو صاير. هذاك اللي عنده 25 عام وما صدقش وتايه وتالف، ما بالك الدراري الصغار. سيدة فايقة البنيتة تتفيق فمها من حلات المنطل، لقات قرجوطة بيضة مقطعة راسها. عقلتي حتى قطعتي لها راسها وهزيتيها وغطيتيها وخرجتي باش كتحايل على الدراري؟ ما فكرتيش في دوك الدراري ما غيقلبوا على امهم؟ اش دارت لك؟ سرقات لك؟ فسدات عليك؟ اللي دارته لك ما يستاهلش دير ليها بحال هكاك، ولا غلبتي على حيتي يا مرا؟ انسان حتى الا ظلم الراجل ظلماتو المرا ودارت شي حاجه عصت بها الله، يقول لها الله يعاوننا ويعاونك، ما يخليهاش عنده، يهزها يديها لدارهم. ولا كان هو بحاله في نفس الحاله اللي هو جاي من دوار اخر وما عنده حلا لا اصل ولا مفصل فيه، يخليها ويمشي. ولا بنت الناس خليك هنا، راه انت ما مزياناش وما عجبتينيش وحرمتيني عليك وحرمتي عليا، انا غنمشي ودوك الدراري راهم منك ليهم وربي اللي غادي ينتقم منك، ويمشي ويخليها. ما يقطعش الروح اللي زرعها فيها ربي، هو اللي عالم كيفاش زرعها فيها. عيب وعار وحشومة اللي الراجل كيبغي يكون راجل غير على مرته بالضريب وبالذبيحة. احنا في 2021 داخلين على 2022، ما بقاتش المرأة كتضرب ولا المرأة كتهان ولا المرأة كتذبح ولا المرأة كتطعن ولا المرأة كتسب. الراجل اللي هو راجل هو اللي كيشرف مرته، راه ماشي ضعف فيه. اشنو خاسر الراجل اللي للمرأة طيبات ليه وتمحنت على داك الطبخة، ولو تكون مالحة ولا تكون باسلة، يقول لها كتر الله من خيرك وبارك الله في ديك، ضيعتي من وقتك ودرتي لنا القيمة باش ندفاو. إلا كانت مسوسة يقول لها جيبي لي، راني بغيت نزيد فيها شوية ديال الملح لأن جاتني شوية ناقصة. وبكلام طيب حتى المرأة مرة أخرى تنتابه، جاي داخل الدار يشري غير بكية ديال المسكة، يقول لها هاكي كوليها ولا يجيب. هذا في أضعف الإيمان إلا كان الراجل ما فحالوش، يقطع غير ورقة في وردة في الطريق ويجيبها لها، يشري لها فولار، يشري لها جلابة، أي حاجة كتبسط المرأة. المرأة ماشي ضعيفة، المرأة كائن قوي كتعطي من جهدها، باش كتعرفوها كائن قوي. إلا كان الراجل ضعيف كتنوض كتساعد، الراجل ما كيعاونش، الراجل هو اللي ضعيف، هو اللي ضعيف لانه الا ما بغاش يخدم ما تيخدمش، الا بردو ليه الكتاف ديالو ما تيخدمش، الا كان باغي ينتقم من المراه كيضربها كينوض لانه ضعيف، لانه كيحسها اقوى منه كينوض يضربها ولا كيسبها ولا كيهينها. اما المراه لا، الا شافت الراجل ضعيف كتنوض تقوى هي وياه وكتقويه وكتقول ليه نوض نديرو، ولا ما قدرش يخدم كتمشي تخدم وكتجيب لوليداتها، مفرشة دارها، ملمطة دارها، شارية معينات، كتشري إلا غتشري كيلو ديال البطاطا كتشري جوج طبيصلات وتشري نص كيلو ديال البطاطا. المرأة القوية هي اللي كطيب لوليداتها الماكلة وكتسخر اللور كتقول لهم كلوا وأنا من بعد غادي ناكل، وهي عارفة راسها أن الطنجرة ما فيهاش. ناس زمان قال لك كانت فقت المجاعة، كانت المرأة كتفكر كيفاش غتعطي للدراري ياكلوا وما كاينش ما ياكلوا، وفكرت بالقوة اللي عطاها سيدة ربي، دير الحجر مع الماء في الطاوة وكت كيغلي وكيتسمع قرقب قرقب، وكيقول لها الدراري كتقول لهم غير تسناو حتى كيطيب نعاسهم وكينعسوا، وهي راه دايره غير الماء والحجر. هذيك بالقوة اللي عطاها سيدة ربي وبالفكر اللي عندها وبالذكاء اللي عندها، عدت الوقت ديال المجاعة حتى مرت ولاد عمرهم ما حسوا بالجوع، ديما كيحسوا انهم جيعانين ولكن كيشبعوا ملي كيكونوا كينتظروا داك الاكل غادي يطيب، كيطيب نعاسهم وما كيطيبش داك الماكله، وكتدفيهم وكتنعسهم حتى الصباح وكيدوز نهار بنهار. هي المراه القويه. المراه الا غلطات الراجل خصو يعرف علاش غلطات هاد المراه، والا كان هو داير معاها كل شيء مزيان خصو يوريها الغلط ديالي، يجلس الحوار ما كاينش. راه ماشي الانسان حتى يمشي يهز الشكاره ويمشي يقرا ويوصل ويقول انا قاري وكنعرف ندير الحوار، راه غير الراجل اللي يكون يعرف كيتحاور مع المراه ديالو، راه عمر الغلط ما يدخل ليه للدار.
ونزيدكم ان هاد المراه هادي راه ما غلطاتش، وباينه ما غلطاتش. هاد المراه راه ضحات وخدمات وعطات حتى لاخر ليله في عمرها، وهي مازال كطيب ليه وجلست معاه وكلاته وشرباته ودار الغدر لوليداته، وتاكد ان الولد مشى للقصر الكبير وخلاه، هو عارف ان الولد الكبير هو اللي غادي يغلبه وغادي يعيق بيه، خلاه مشى وهي شدات العشاء طيباته وكلات وليداتها وعمرت لهم اتاي ودار فيهم اللي دار ودوخهم من عسهم وناض ذبحها. علاش؟ حيت ضعيف، حيت خبيث. الله ينتقم منك دنيا واخره، الله ياخد فيك الحق، يا ربي تاخد فيه الحق. ودعوه الانسان المظلوم راها مقبوله، وانا مظلومه من جهه هاد السيده هادي، انا مظلومه في الروح ديال هاد السيده ديال خمسه ديال الروح اللي خلات وراها. واذا طلبت ربي ينتقم منه غادي ينتقم منه، الله يسلط عليه ما اقوى منه. وهو راه الا تشد عارف راسو فين غادي. كنتمنى ديروا اللايك وتسمعوا هاد القصه هادي، راها قصه حقيقيه ومطروحه. والله يرحم هاد السيدة، الله يرحمها، الله يرحمها ويوسع عليها ويسكنها فسيح الجنان.